ده بالمناسبة أسوأ أنواع التكاتك في العالم، جايبينه من إحدى الدول الآسيوية، وعمل هو توك توك جميل جمال ملوش مثال اسمه كابورليه. هات لي بقى صورة الكابورليه الجميل ده، اللي هو بالمناسبة يعني أنا بقول لكم النهاردة جاي على دماغي الجونة، لأنه الجونة فيها حاجات مش بس مش بالروعة دي، بس شكلها شيك برضو. اخترعوا الشاب المصري المخترع محمد مجدي. محمد مجدي يقول لنا ايه حكايه التوك توك الكابورليه اللي هو اخترعه؟ هو معانا على التليفون يا ابو حميد. ايوه استاذ محمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله استاذ محمد. انت ايه حكايه بقى الكابورليه دي اللي انت عاملها الجميله دي؟ ايه الموضوع؟ والله انا عندك عادي من فتره حوالي 4 سنين كده، فجعنا التوك توك ده وجبنا التوك توك تاني. كان معايا واحد صاحبي اسمه محمد برضه، فكرنا نعمل التيك توك ده حاجه ثانيه. جيم محمد فكر في الموضوع اللي هو الكابورليه، انا فكرت في موضوع حوض السمك والكراسي، لحد ما عملناه صممناه فعلا. جبت بقى عرايس، الناس فرحت قوي لما شافته، وعملنا حاجه كويسه جدا ما كناش متوقعين ان هي تعمل كده. بس هو نفس الموتور، نفس يعني الموتور بتاع التوك توك القديم، هو انت غيرت في البادي، غيرت في الشكل يعني؟ انا غيرت الشكل، هو التوك توك نفس الموتور نفس كل حاجه، بس انا غيرت في البادي بتاع التوك توك، غيرت الشكل بتاعه، شلت الكراسي بتاعته دي، حطيت كراسي سياره. انا ملاحظ ان بتاع السقف بيتفتح اوتوماتيك كهرومغ، يعني كهرباء. حلو قوي. تمام. وايه حوض السمك بقى؟ ده زينه يعني، سمك زينه؟ لا، حط سمك، فيه سمك وفيه سجين وفيه كل الكلام ده. لا يعني بتربي، يعني هو ده مزرعه بكاس صغيره متنقله ولا زي حضرتك؟ ده حط سمك. سمك حقيقي، سمك. ماشي، وفي ميه. والسمك بيتحرك جوه الميه. بس زينه يعني بيع وشراء ولا للاكل؟ الحوض سمك زينه. زينه، ايوه، حط سمك زينه. فهمت. وده انت سميته كابورليه ليه؟ الخط قاطع، بس عجبني والله حاجه جميله جدا. انا كنت عايز اساله، هتقولنا تاني يا جماعه هل ده سيتم تعميمه ولا ايه؟ انا بقى اطالب بقى الدكتور اللواء محمود شعب.